بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي لغات. مستر محمد سعيد مع حضراتكم ساينس تيتشر. بنتابع مع بعض إن شاء الله حل أسئلة كتاب المعاصر ساينس اكسرسايز بوك لجريد 4 المنهج الجديد 2022. كنا واقفين مع بعض في كونسبت 1.3 في الحلقات اللي فاتت. اللي حابب ان شاء الله يتابع معانا ويكمل معانا حل اسئله كتاب المعاصر والشرح على القناه قناه البروفيسور ان فيزيكس. يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل تفعيل زر الجرس عشان يوصلك النوتيفيكيشنز للفيديوهات الجديده اول باول، وكمان تعمل لايك يعني ادعمنا بلايك، وممكن تعمل لو سمحت شير للفيديو علشان غيرك يستفيد، واعملها طبعا ببنيه نشر العلم عشان تاخد ثواب نشر العلم. يعني احنا بنشير فيديوهات عمال على بطال، ممكن ما تاخدش عليها ثواب، بالعكس ممكن تاثم عليها. فطبعا بسالكم وبستاذنكم نعمل شير للفيديو علشان غيرك يستفيد بنيه طبعا نشر العلم. النهارده ان شاء الله هنكمل كونسبت 1.3، كنا واقفين عند ليسون نمبر 4 page 81. هنتابع مع بعض. choose the correct answer. will the light waves travel in the air، يعني الضوء موجات الضوء تنتشر في الهواء as a curved lines، curved يعني مسارات منحنيه، زجزاج يعني بتمشي كده، ولا straight lines يعني مسارات خط مستقيم يعني، ولا circular lines. انت لما بتيجي تنور بالليزر، لو انت معاك قلم ليزر ونورت بيه، اللايت بيخرج ازاي؟ بيخرج على طول ولا بتلاقيه بيلف كده من ورا الكرسي ويحود برافو عليك، يبقى ستريت لاينز، يبقى لايت ترافلز ان ستريت لاينز. كويشن نمبر 2 بيقول لي وين لايت ريز هيت ان اوبجكت، لما الضوء يسقط على جسم. all the following sentences are correct، كل دول صح except ما عدا ايه. some of these rays is absorbed by the object، بعض الريز دي بتمتص عن طريق الجسم، ولا some of these rays is bounced off the object، بعض هذا الضوء ينعكس من على الجسم، ولا some of these rays may go through the object، بعض الضوء بيمر من خلال الجسم، ولا some of these rays reflected to our ears، بينعكس لوداننا causing hearing، خلينا نسمع. طبعا الأخيرة دي مرفوضة. فبقول هنا when light rays hit an object، الضوء خبط في جسم. all the following sentences are correct، ما عدا ايه؟ أكيد الأخيرة. اللايت ممكن يعدي منه لو هو ترانسبيرنت يعني شفاف، ممكن يحصل له باونسنج يرتد من عليه لو هو اوبيك، او مي يعني ممكن ينفذ وممكن لا حسب هو ترانسبيرنت او اوبيك، لكن اكيد مش هينعكس لوداننا عشان نشوفه او نسمعه. يبقى دي هي الاختيار اللي احنا هنختاره، ان ده غلط. كويشن نمبر 3 when light hit an object، الضوء خبط او سقط على جسم. A shadow of this object is formed، shadow يعني الظل، خيال، هيتكون له خيال. is formed because، هيتكون خيال ليه بقى؟ light can pass through the object، عشان الضوء بيمر من الجسم ده، طب ما لو الضوء عدى منه هيتكون له خيال. light cannot pass through the object، الضوء مش قادر يعدي من الجسم ده. ولا this object reflects the light، عشان الجسم ده بيعكس الضوء. ولا this object is transparent object، عشان الجسم دوت transparent يعني جسم شفاف. طبعا قطعا اتكون له شادو عشان اللايت كانت باس ثرو ذي اوبجكت، عشان الضوء مش قادر يعدي من الجسم ده، ولو عدى منه مش هيكون له خيال، ما خيال يعني حته ضلمه، يبقى الضوء ما قدرش يعدي من ايدي، عشان كده بقت ايه شادو، كونت شادو. نمبر 4 اوبيك ماتيريال، اللي هي الجسم المعتم اللي مش بنشوف اللي وراه يعني زي الترابيزه. ماله بقى؟ allows light to pass through، بيسمح للضوء انه يعدي منه، مع كده مش هيبقى اوبيك، كده ترانسبيرنت، يبقى شفاف. absorb some of light، بيمتص جزء من الضوء that fall on it only، بيمتص جزء صغير من الضوء والباقي بيعدي يعني. ولا bounces off some of light، بيعكس جزء من الضوء that fall on it only، بيعكس جزء من الضوء اللي جه عليه فقط. ولا absorb some of light that fall on it and bounces off the other، بيمتص جزء من الضوء وبيعكس الجزء الاخر.